أعظم ما يلين القلب الإخلاص لله جل وعلا وقراءة كلامه على الوجه المأمور، على الوجه المأمور، والنظر في آياته المرئية والمتلوة. لا شك أنها تزيد من طمأنينة القلب وتجعله مرتبطا بربه. فإذا قرأ القرآن على الوجه المأمور به كما قال شيخ الإسلام إنه يزداد إيمانه ويقينه وطمأنينته. فتدبر القرآن، إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن.